يعني دايما اليوم دوت يوم يعني اننا نلتقي جميعا بأسر شهداء مصر والمصابين اللي قدموا ارواحهم زي ما احنا دايما وبكرر لكم ان هم يعني عشان خاطر احنا نعيش ونعيش في امان وسلام. انا مش عايز اقول لهم ان احنا مش هننساكم لان ده يعني مجهود مننا كلنا لو احنا نسيناهم، والجهود هنا مش عطاء لهم، الجهود هنا هو عطاء ليها هي لبلدنا مصر. لو احنا ما فضلناش نقدم لها ونجري عليها، وزي ما اتقال كده في للشهيد الفريق عبد المنعم رياض لما قال الأمانة إنك تعرف يعني قدرتك وحجم النقص اللي عندك، والأمانة إنك على قد القدرة ديت بالمهارة تحقق. فإحنا صحيح يمكن تكون قدراتنا مش كتير قوي ويمكن تكون نواقصنا كتير قوي، لكن أتصور إن ممكن بمهارتنا نحقق الكتير. فاليوم ده يوم من الأيام الجميلة، رغم إن هي يعني بتحمل مآسي وألم لأسرنا كلنا، وأتصور إن كل أسرة مصرية النهاردة حتى الحضور هنا يعني بيشاركوني الإحساس ده. أنا بشكرهم واسمحوا لي من خلالكم إن احنا نوجه لهم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام وكل الاعتزاز.